هل بناس يسألوا في نفس السؤال سيد حسني وانت عندك خلفية مفروض تكون كويس عليه؟ الناس متخوفة من الأسعار، الناس قاعدة تتكلم اليوم ناخذ في تاكسي بعشرة جنيه نخاف يبدأ لي بستين جنيه، نخاف نركب بباص بزوج جنيه نتاع السهم ولا كذا يولي بعشرة، نخاف نشري حكة حليب بخمستاش تولي لي بثلاثين. هذا الناس هيك تقول. أبدا للمناطق البعيدة، للمناطق اللي تبعد 1000 كيلومتر من الميناء، هل هي مثلا من طرابلس إلى سبها، لو زاد فرق السعر 2-2.5% ما كيفك حد. بالنسبة للأجرة نتاع السيارة التاكسي لو زاد 20% ما كيفك حد. ولو حتى جاء وفي الأول وقال حجة البنزينة لأن زاد البنزينة وزاد على 20% ثق وتأكد مش حيدوم كثيرا لأن المنافسة حترجع السوق حيدير توازن السوق. نعم لأن شوف ما فيش منين جبت يعني هل درست الرقم هذا بيطلع معك 2.5% سيد حسني وكيف طلع معك؟ نعم بسيط جدا، خذ أرخص مادة اللي تنتقل في كل ليبيا واللي تمثل تقريبا 20% من اللي نحن ناكله فيه في ليبيا، الدقيق والعلفة للحيوان، دقيق للبني آدم والعلفة للحيوان. السيارة بالريموك تشيل 50 طن، والطن يكلف أقل تقدير 1800 إلى 2000 دينار، معناتها كل سيارة تشيل 100,000 دينار. لو نحن خدينا السيارة بالريموك هلي تستهلك في 3 لترات في كل 10 كيلومتر، لو مشت 1000 كيلومتر مشي و 1000 كيلومتر جاي 2000 كيلومتر، هذين 666 لترة. شن معناتها 666 لترة؟ لما تضربهم في 4 دينار هذا طلع تقريبا 2600 دينار. 2600 دينار على 100,000 2.5%. ما تبيش فقي سيد عبد الحميد. نحن شوف الناس نتكلموا بالأرقام ونديروا كونا يطلع في الأول ويقول لك لا والله أنا شحنة هذه اليوم ننقل فيها ب 2000 ب 10,000، ايه حيطلعوا، ولكن ثق وتاكد هذه حتكون فرصه لناس كثيره اخرى تدخل لهذا المجال لان حيكون عندها ايراد. اليوم مش حيقدر يخش، يعني اليوم نحن الاسطول نتاعنا متهرر في ليبيا. ليش؟ لان الاسعار قاعده كيف ما هي باعتبارنا البنزينه بالبلاش، يعني اليوم ما فيش حد مستعد يستثمر في سياره جديده وتوفر له لتر بنزينة في كل 10 كيلومتر، هاللي في الاخر بك الاربع دينار تبقى تقريبا 800 دينار على ال 2000 كيلومتر. فكله مربوط بعضها، لما تاخذ كل الامور مع بعضها حتقلل في ميزان المدفوعات. نحن حنستهلك اقل بنزينة وغاز بنسبة 40%، معناتها نحن حنوفر تقريبا 5-6 مليار دولار في ميزان المدفوعات. لما نوفر 4-5 مليار في ميزان المدفوعات معناتها عندنا إمكانية حتى نقوي سعر الدينار نتاعنا الليبي ب 20-25%، هل هو أكثر بكثير من كل الكلام اللي نحن خايفين منه. الكل المطلوب بس من كل الاقتصاديين إن هم بالفعل يجروا محاكاة حقيقية. ايه صحيح المواطن ما ينظر شكي ويحاول انه يستغل، وهذا هذه طبيعه انه يحاول انه يستغل، ولكن السوق هو اللي حيحكم، السوق هو اللي حيحكم، والامور كلها ترجع لمسارها. اليوم نحن عندنا 80% من الناس الفقراء اللي نحن كل يوم نتكلموا باسهمهم ونبوا نحموهم قاعدين نسرقوا فيهم، قاعدين ناخذوا منهم في 5000 دينار كل شهر، كل شهر يا احمد، ونقول لهم انتوا مبسوطين لان البنزينه ب 15 قرش. لا، البنزينه ما هيش ب 15 قرش، البنزينه ب 4 دينار. باي لما 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 تتغير سعر البنزينه عالميا يا سيد حسني، لما تولي لما يولي سعر برميل النفط اللي هو مربوط بلتر البنزينه ب 40 دولار ولا كذا، كيف بينعطى المبلغ وكيف تضمن انه ينعطى المبلغ هذا البديل؟ هذه بالعكس هذه حاجه كويسه لنا نحن، لان بدري استاذ عبد الحميد قال بأن لما ينزل سعر النفط نحن قاعدين اليوم نتكلم على كمية. نحن اليوم قاعدين 366,000 برميل، لو سعر النفط 90 دينار دولار اليوم قيمتهن 12 مليار،
لو بكره سعر النفط يبقى 40 دولار فقط يبقى قيمتها 6 مليار. يعني البديل هذا ال1000 دينار اللي ذكرها ديوان المحاسبه حتكون متغيره بحسب سعر برميل النفط. نعم لازم تكون مربوطه، لان نحن 30% من انتاج نفطنا هو اللي قاعدين يدفع فيه الفقير، لان نحن لازم حتى نتفق على المفردات، على المفردات من اللي يدفع في الدعم اليوم؟ هل الحكومه اللي تدفع في الدعم ولا المواطن اللي يدفع في الدعم؟ اذا المواطن اللي يدفع في الدعم فالمواطن هو مسروق، واذا تقول لي الحكومه اللي تدفع في الدعم يقول لك الحكومه ما عندهاش فلوس. هذا النفط هو نفط الشعب، نفط الامه، نفط الناس، نفط الفقير والغني، ما هوش نفط الحكومة، ما هوش نفط الدبيبة ولا حكومة الكيم الله يرحمه، ولا كانت حكومة زيدان، ولا كانت حكومة أي واحد. نحن ما زال عندنا الفكر أن المال العام هو مال الحكومة، الحكومة لا تملك، الحكومة تدير فقط لا غير. الملك ملكنا نحن جميعا الليبيين، نحن ندفع في الميزانية بالتساوي، الفقير كيف الغني ندفعه كيف بعضنا في الميزانية، ما دام نحن عندنا هذا الواقع. طيب اللي نحن عايشينه خلينا نسمع رأي السيد عبد الحميد أو رده. تفضل سيد حميد. لا يعطيني الوقت. تفضل أخوي عبد الحميد. تفضل. سمحت. شوف دائما ارتفاع الأسعار اللي راح يترتب عليه رفع الدعم أو استبدال الدعم على المحروقات رغم من الصعب جدا حسابه، لان زي ما ذكرت لك يختلف في المكان الاخر، ناهيك ان نسبه الارتفاع في الاسعار دائما راح تكون اكبر من النسبه زياده المحروقات او نسبه تكلفه زياده المحروقات الفعليه في الغالب. النقطه الثانيه يعني راح تكون منافسه، يعني نقول لك على الامد البعيد صحيح راح تكون في منافسه في المواصلات وغيرها، لكن الى حين حدوث هذه المنافسه واللي مش معروف امتى تحدث، من سيتحمل التكاليف الإضافية؟ نتكلم عن تكاليف النقل، نتكلم عليه كل ما يتعلق بهذه الخدمات اللي كان المواطن يقوم بها بسيارته الخاصة. كل الكلام هذا أستاذ أحمد أنا باش نجي للحلول باش نتغلبوا على هذه النقاط. النقطة الأخرى أيضا تو بحسبة الأرقام رأوا الورق شيء والواقع شيء ثاني. بعد نفترض رفعنا الدعم بشكل كلي والليتر 3.5 إلى 4 دينار، تعرف نسبة التحصيل لمبيعات المحروقات راح تكون كم يا استاذ احمد؟ 22%. يعني خلينا نتكلم بشكل واضح، يعني 82 مليار دينار ليبي راح تتحصل منهم على 16 مليار، وهذا بناء على تقرير دول المحاسبه. ولهذا في البدايه قلت لك الاشكاليه مش في التهريب، ما نتكلموش على التهريب اللي موجود في المحطات وما بعد البريقة، ان تكلموا على ما قبل البريقة. ولهذا الحلول هي مش في رفع الدعم فقط بشكل كلي، لكن الحلول في اجراءات اخرى. وين مشكلتنا بالضبط احنا في هذه المواني؟ ليش من ما فيش اجراءات حقيقيه؟ نقول لك من الصعب جدا، لان اللي يملك القوه هو اللي بيسيطر في كل المناطق جنوب وشرق وغرب. هذه نقطه. النقطه الثانيه باش نتغلبوا على هذه المشاكل يا استاذ احمد، اقترح الاتي: يتم استبدال الدعم بشكل جزئي. باهي ليش او بشكل تدريجي، اسف، ليش بشكل تدريجي؟ ما تبيش والله. طيب تفضل معليش يا استاذ احمد. فضل. والله 150 درهم الان نخلوها 300 درهم، حتى ما فيش بديل راه مش مشكله واجده، لان الزياده مش حتكون كبيره في البدايه تمام. ويكون الرفع بشكل باهي بعد الخطوه الثانيه يبدا في بديل. بعدين انت يا استاذ احمد لو افترض وصلناها لعند حتى 750 درهم على سبيل المثال وفق جدول زمني، الايجابيات رقم واحد امتص رده فعل الشارع، ما عادش في داعي اني نطلع ولا السيد حسني يتكلم ويقنع لانه يشوف الفلوس قدامه في المصرف موجوده. النقطه الثانيه يتيح براح لدى الحكومه لو حدثت اي انحرافات غير محسوبه يمكن معالجتها بشكل سريع جدا، هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه نعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي، كون أن أي تعزيز لقيمة الدينار الليبي راح يخلي السعر المانع للتهريب أقل من 3.5 دينار. يعني أنت لو خفضت أو عززت قيمة الدينار الليبي بنسبة 25% معناه السعر المانع للتهريب راح يقل على 3.5 بنسبة 25%. النقطة الأخرى أيضا حتى الأسر، ونتكلموا على أصحاب على التجار
نتكلموا على المصانع، يقدر يتكيف ويتأقلم مع الوضع الجديد بشكل تدريجي. أيضاً الاستفادة الأخرى عندما يتم الرفع بشكل تدريجي، ممكن في فترة من الفترات أنت تلقى الناس طالعين في الشارع بعد يشوفوا فلوسة موجودة، يطلع ويقول لك هيا بسرعة زيد أرفع الدعم وعطيني بديل أفضل. فبالتالي أنا ما نقدرش بأمانة أني نقول الرفع الكلي من خلال الصدمة من خلال تداعياتها الاقتصادية وحتى الشعبية أرى، ولا أتوقع أن الحكومة تسير في هذا الاتجاه، لأن كل التجارب هذه ختاماً، كل التجارب نتكلم عليه كم 28 فيه تقريباً أكثر من 20 تجربة نجحت نجاحاً كلياً أو جزئياً من خلال الرفع التدريجي والمتدحرج ما بين 2 إلى 5 سنوات على حسب وضع الدولة. فبالتالي احنا هذا تقرير صندوق النقد الدولي يتكلم على تجربة رفع الدعم على المحروقات، ولكن للأسف الشديد بعض الدول اللي قامت بالرفع الكلي يعني نتج عنها احتجاجات شعبية وكذا، لأن راه موضوع رفع الدعم لابد من قبل ما تتخذ الحكومة القرار يكون قرار شعبي، يكون الإعلام في يعني ضخ إعلامي، مش ضخ إعلامي نقول له نوعده بأن الوضع راح يتغير بدون أي شيء ملموس، لا، في خطوة، في فلوس موجودة، في شيء على الأرض قامت به الحكومة زي شبكة المواصلات حتى بشكل جزئي، أيضاً في يعني برنامج كامل للحكومة نقدر نطلعه في حلقة زي هذه، سواء كان السيد حسني أو غيره من الناس المهتمين بهذا الشأن ويقولوا رأى الحكومة بتدير 1 2 3 ونقدروا إحنا نقتنعوا بالبرنامج ونقنعوا حتى الناس به. ففكرة الرفع التدريجي على العكس تماماً، والله شفنا من خلال الرفع الأول والرفع الثاني أراه حسبتنا ما هيش دقيقة وأصبحت في مشاكل نقدر نوقفه راهو. ليش؟ لأن الأثر راح يكون بسيط جداً. أنا سؤالي الأخير للسيد حسني وبعدين أعطيني الكلمة في دقيقة، لو تم الرفع بشكل كلي نسبة النجاح كم تعطيها يا أستاذ حسني؟ الرفع على الاستبدال، الاستبدال هي الرفع حولين على الجانب أو يعني جانب موضوعنا في الاستبدال توحنا. أخوي أنا 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 نأكد لك شيء واحد، فيما لو فعلا التزمت الحكومة بدفع البديل النجاح 100%.